لا يا أستاذ، لا يا أستاذ، الشاعر لا يحسن شيئا في التعبير. لا يا أستاذ، الشاعر لا يحسن شيئا في التعبير. الشاعر يحيا ويعبر عند العجز المطلق بالكلمات، فالشعر حياة. والشاعر ليس كبيرا، الشاعر متسع في الأنوات، لكن أحيانا حين يضيق الشاعر تكبر في عينيه الذات. لا يا أستاذ، أنت تطالبني بالحفظ، أنت تطالبني بالحفظ، وإني أحفظ كالببغاء ولا أفهم. أنت تعلمني الأسماء فأنسى، أرني الأشياء ودعني أتعلم. لا يا أستاذ، من أحرق روما نيرون أم الإسكندر لا يعنيني، قد يعني الرومان وقد لا يعني أحدا أبدا. ما يعنيني لو يعنيني كيف أعامل روما الآن. لا يا أستاذ، أنا عمار مرياش، شاعر جزائري، أعيش في باريس وأشتغل بتطوير المواقع الإلكترونية. لدي 3 مجموعات مطبوعة بالعربية، الحبشة يليها النبي، لا يا أستاذ، واكتشاف العادي، ولدي أيضا 10 القصائد والكتب المسودة التي لم أتمكن بعد من تبييضها. كلما كانت الطبول مجوفة جيدا، كلما جيدا ملأت بالدوي الفراغ. هنا أنشأت موقع كلمات الإلكتروني وأعمل على تطويره، وهو مجلة ثقافية تهتم بالتعريف بالمبدعين المهاجرين في الشعر والقصة والرواية والمسرح والسينما. هذه 50 عاما وأنا أدوزن إمزادي وأعيد دوزنته، لم أصل بعد، كلما أجد اللحن تخذلني الكلمات. ولدت وكبرت في ضواحي العاصمة الجزائرية، ولدت في الأربعاء وكبرت بين خميس الخشنة، 14 مفتاح، الحراش، بن عكنون، البيير. كبرت في جو سحري وخرافي هائل، كبرت منذ اليوم الأول في المدرسة إلى أن غادرت الجامعة في مؤسسات أشبه بالورشات المفتوحة إلى الأبد. كنت دائما أدرس في قاعة وعمال البناء ينجزون القاعة المجاورة ولا يكملونها أبدا، هذا سيؤثر بشكل خطير على كتاباتي. ما زلت حتى اليوم أبدأ مشاريع كتب، مشاريع قصائد، مشاريع مواقع، صداقات، ولا أنهيها إلى الأبد. العالم ما زال بالنسبة إلي مشاريع مفتوحة. شايف دمعة محزمة تتراقص في كاس، شايف دمعة محزمة تتراقص في كاس، ما ملثمة ببرانس وعيون تتقايس برصاص يابس، وشفايف شايف خايفة تتراجف، ومارس يتهارس وقويمو تتراجف، خايف عارف حكمة البلايس وين توصل. الساس غايس والحكمات الباردة والشاردة والماردة، وكلها في ملكو رايس، وين مديني يا الخيط الدامس، وين مديني يا الخيط الدامس. بديت تجيح يا الشاعر، بديت تجيح يا الشاعر هاجر، تجيح الفهامة نمامة، والفكرة خنجر في الصدر والتمرة مرة، لا تحارب الهوى لا ترجع خاسر، ولا في بلادي الحرة نجوع ونتعرى ونتسب ونتعاير، واش متزاير. الغابة في الجزائر مكان موحش، الغابة هنا مكان آخر، مكان للسياحة، للمطالعة، لممارسة الرياضة، مكان للتأمل والتفكير. الحيوانات هنا غير مفترسة على الإطلاق. في الجزائر كنت أخاف من الكلاب، الكلاب هنا لها سلوك آخر، لها سلوك الحمام.
الريح تنذرني بأبراج الخراب وينعق البوم، وفراشتي فوق اللهيب تحوم، والموت يتبعني كظلي والذباب، وهكذا أيضا تنبئني النجوم. أنا لا عداوة لي، أنا لا عداوة لي، ولكن العدو يظنني الأعداء، والأعداء تحسبني العدو، وتعرفون الحرب. أرث الحمام بفوهات بنادق الجيش، أرث الجحيم بقمة العرش، أرث الجحيم وأدعي العادي، وأسير مزهو الخطى وأنا أرى كفني على النعش. الريح تعصف والرصاص يخيط حول الصورة والأمواج تعلو، زلزلي يا أرض ليس لدي ما أنوي الحفاظ عليه، أهلي شردوا وصحابتي قرئ السلام على شواهدهم. سلاما يا بلاد الحب والإيمان والتعب، سلاما يا حقول القمح والرمان والعنب. لا أحس هذا لدى الجميع، ولكن لدى الشعراء أحس هذا، أن الشاعر يستطيع أن يذهب إلى أبعد ما يكون في قناعاته، في ممارساته، في كتاباته. الشاعر لا يحسب كثيرا، لا يحسب ما سيكون لصالحه وما سيكون ضده، يريد فقط الحقيقة والخير والعدل، يريد فقط إيصال القيم الإيجابية الكبرى التي يؤمن بها، وقد يخسر من أجلها حياته. شعراء كثيرون يعدمون ويقتلون دفاعا عن أفكارهم. حيثما كانت العين كيفما ترى، إنه حيثما كانت العين كيفما ترى، تشمخ الزهرة في أعين النمل، تلغى بلاد وتبنى من الوهم مملكة لا حدود لها، إنه حيثما كانت الاتجاهات والحدود يكون الأذى، لتقف كل طحلبة عند قامتها، الخناجر مسلولة والشرايين مكتظة بالندم، كلما شقت الأرض سنبلة حاصرتها المدافع والحاصدات. تحترم الطبيعة، تحترم الحيوانات. من هنا فالترجمة ضرورية جدا، وهناك مثقفون عرب يشتركون معي في هذه النظرة، مثقفون عرب وأوروبيون طبعا. الشاعرة والمترجمة التونسية منال بوعبيدي ترجمت لي اكتشاف العادي، وصدر قبل أيام عن دار لارماتون الفرنسية. الحمقى سعداء كثيرا، ذلك أن إجابتهم جاهزة سلفا. الأفكار الخاطئة هي الأفكار الأكثر شيوعا، هي الأفكار الأكثر انتشارا. كلما كانت الفكرة بسيطة وشعبية كلما انتشرت مثلما تنتشر النار في الحطب. في مرحلة ما من شبابي أيضا، كنت في العشرين ربما، كان لدي أصدقاء صوفيون من الطريقة العلوية بالجزائر، وكانوا رائعين للغاية، يقضون حياتهم في العبادة وترديد الشعر. كان الشعر هو ما يجمعني بهم. يسمون أنفسهم الفقراء، لا يحتاجون لشيء في الحياة سوى الشعر والعبادة، لا المال ولا الجاه ولا السلطة ولا الجنس، ولكنهم كانوا أغنياء للغاية نفسيا، ولا يعرفون القلق والانفعال. تعلمت منهم ألا أخذ الحياة بجدية كبيرة، وألا أجري وراء أي شيء، ومنذ ذلك الوقت صرت غنيا وسعيدا وهادئا ومتزنا، لا أحتاج إلى شيء، إذن لا شيء ينقصني. العالم ليس وليد ساعتي، العالم ليس وليد ساعتي،
فهو قديم قدم التأويل، لذا فالماضي لا يعنيني. كنت قلوقا للغاية قبل وصولي، أتعثر باستمرار في هرولتي نحوك خوفا أن يسبقني الوقت. كنت شقيا فعلا، فتشت جهاتي الخارج بحثا عنك، وأنت ممركزة في القلب. الآن فقط أفهم بؤس الرسامين، لقد ذهبوا في اللون ولم يصلوا، وهم الفكرة شتت حكمتهم. لا حاجة لي بالوقت، فإني إذ أعطيتك ما أملك لي. قائد فرقة موسيقية، فشلت في أن أصبح مطربا، فشلت في أن أصبح كيميائيا كما كنت أحلم خلال الثانوية، فشلت في أن أصبح رئيسا للأمم المتحدة لما حلمت في طفولتي الأولى. ليس هذا فقط، فشلت في تحقيق حلم والدي بأن أصبح إماما، فشلت في تحقيق حلم والدتي أمي في أن أصبح طبيبا. أمي كانت دائما مريضة وكانت تحلم أن أصبح طبيبا عندما أكبر. فشلت أيضا في تحقيق حلم حبيبتي الأولى في أن نتزوج. فشلت بعد ذلك في أن أتأقلم مع المجتمع، المجتمع الذي كبرت فيه. في النهاية نجحت فقط في إعادة النظر في كل شيء، في ذاتي، في هويتي، في ثقافتي، في عصري. أنا للأسف في ثقافتي المرأة هي عورة وناقص عقل ودين، وإذا كنت ماذا سأكون أنا ابن هذه المرأة؟ إذا كانت أمي ناقص عقل ودين، فأنا ناقص عقل ودين وناقص أدب أيضا. التي تدللني كنبي زنابق وردية في الإبداع وحالات العشق، وتمنحني آذانها الناعسة لقراءة شعر العربي في أمسيات السلام باريز أنيقة باستمرار، تمنح نفسها بيسر وتتجبر كملكة أسطورية في اللحظة نفسها. أنا من عائلة فقيرة، كنت أذهب إلى المدرسة في ملابس خفيفة وممزقة، وكانت أسناني تصطك من شدة البرد، فيما المعلم يسألني عن طبقات الأرض وعن من اكتشف أمريكا اللاتينية. كانت لدي الرغبة الشديدة في أن أجيبه، وما علاقتي أنا يا أستاذ؟ أنا أرتعش من البرد. إذن السؤال الصحيح، كيف يحمي الطفل نفسه من البرد ومن المجتمع أيضا؟ لكنني كنت صغيرا وضعيفا، ولم يكن مثلما اكتشف الإنسان البدائي النقش على صخور الكهوف، الكتابة تملك، تشكيل جديد للأشياء والوعي. أريد من الشمس أن تتأخر هذا الصباح قليلا، أريد من الشمس أن تتأخر هذا الصباح
قليلا، كما تتأخر عاشقة في الدخول إلى فصلها. قليلا فقط، ساعتين، لأجمع باقة زهر من الحقل، حليب الغزالة، تفاحتين وشهد عسل، وأعد الفطور لها وهي نائمة كالفراشة، أوقظها كالنسيم يداعب أقدامها بالقبل. لالتهامها مع الموتى. هنالك أحببت الحياة وأحببت الشعر. الآن ما زلت أذهب إلى المقابر أيضا، خاصة مقبرة بير لاشيس في باريس، وهي مقبرة منظمة جدا وجميلة للغاية، يقصدها السواح من كل أنحاء العالم، وتحس فيها الحياة أكثر من كثير من المدن التي تنام قبل غروب. بودلير، بريخت، تشولوخوف، جوت، الأخطل الصغير، سعيد عقل، طاهر وطار، المتنبي، مرئي القيس، تأثرت بأغلب الكتاب، ولكن بعض الشعراء العرب عقدوني كثيرا. أمل دنقل مثلا: لا تصالح ولو منحوك الذهب، أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى. لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء؟ القصيدة رائعة طبعا أدبيا، ولكنها في النهاية تكرس ثقافة الأعراب، ثقافة داحس والغبراء. أنا مديني ومتحضر ولا أحب الثأر والغزو، هذه ثقافة تصنع وعيا بائسا في عالم اليوم. مثال آخر: نزار قباني، وهو شاعر أحبه كثيرا جدا، شاعر الحب والمرأة والتحرر. فصلت من جلد النساء عباءة وبنيت أهراما من الحياة. وأنا أعبر باريس، ملايين من الأطياف تغزوني بلطف، إنما أعبر كالطيف، ولكن كل من تعجبني في الحب فيها منك طرف. الإنسان هو مظهر، هو شكل، هو لغة، هو قناعات، هو مبادئ، هو سيرورة، هو كينونة، هو كل شيء. كل هذه الأشياء تشكل الكائن. أحاول أن أكون في أحسن صورة يمكن، أو أن أقدمها للآخرين، أو أن أكونها مع الآخرين. نعم نعم، أحاول أن أكون في أحسن حالاتي. لا يحدث هذا دائما، ولكن عندما تكون لدي الإمكانية لأن أكونها، فلن
أدخر جهدا لذلك. يا للدهشة، أعماني العالم بالأنوار، ومنك تعلمت وأبصرت. يا بيت لنا، فليسكن كل منا الآخر، لا ألعاب لنا، فلنتخذ الدنيا لعبتنا، لا وقت لنا نحن الوقت. حطيت في حياتي وفي كتاباتي وفي كل شيء، ولكنني لست قادرا على شرح أو على التعبير عن المحطة الآن. لو كان سما كل هذا البحر، لو كان سما كل هذا البحر، لو كان نارا، آه، لو كان قلبي قطعة حجرية أو لعبة وترية، أواه، لو كان عندي خنجر أو كنت شعر. تصل الشفاه إلى الشفاه ولا تتم القبلة، تصل العروس ولا تتم الدخلة، يصل الجواد ولا تتم الرحلة، يصل الرصاص إلى الفراش ويقصف الأحلام. أشرقت شمس رأتني فاعتراها الخجل، نبت العشب على صدري وطار الحجل. رغبة التفاح أن تمدد كف ما إليه، رغبة الشاعر أن يشدو بأحلى ما لديه. تأكد لي خلال الثورة التونسية، الثورة الوحيدة في العالم العربي التي نجحت في اعتقادي، وكانت أكثر الثورات سلمية في العالم العربي، وكان الرابط المشترك بين كل هذه المظاهرات هو أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أعتقد أن الشعر كان هو المركز الرئيسي الذي أدى إلى نجاح هذه الثورة. مشرقة والمياه ترقرق، رجل صالح جاءني: ليس هذا طريقك، هذا طريقك. أشعل لي، أخذ الشمس مني وأشعل لي شمعة، أخذ الشمس مني وأشعل لي شمعة أحرقت خيمتي.